انطلقت تظاهرات حاشدة في محافظة البصرة احتجاجا على تفشي الفساد الحكومي وسوء الخدمات الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي في المحافظة. وندد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مبنى مجلس المحافظة بسوء الأوضاع التي تمر بها البصرة منذ عام 2003، وطلبوا بمحاسبة المسؤولين الفاسدين الذين وصفوهم بالمتسببين بهدر المال العام، مؤكدين استمرار تظاهراتهم. وين الملايين؟ وين الملايين؟ وين الملايين؟